استقبلت منطقة سجون وادي النطرون وفدا من وسائل الإعلام الدولية والمحلية وعدد من الحقوقيين، ذلك للاطلاع على أوجه الرعاية المختلفة المقدمة لنزلاء السجون وما يقدم لهم من خدمات وسبل التأهيل. يأتي ذلك في إطار تطبيق منظومة السياسة العقابية الحديثة التي تهدف إلى تأهيل وإصلاح النزلاء مع الالتزام بمعايير حقوق الإنسان. تأتي الزيارات المتتالية التي يقوم بها ممثلو وسائل الإعلام الدولية والحقوقيون للسجون المصرية لتؤكد مدى حرص وزارة الداخلية على أن يرى الجميع الرعاية المقدمة للنزلاء والأساليب العقابية الحديثة. من هذا المنطلق جاءت الزيارة التي قام بها وفد من ممثلي عدد من وسائل الإعلام الدولية لمنطقة سجون وادي النطرون لمشاهدة مرافق السجن المتنوعة. من بين هؤلاء من زار سجونا أخرى قبل تلك الزيارة ولديه رؤية واضحة عن أساليب التأهيل والرعاية المقدمة للنزلاء. I visited three prisons already and all of them well organized. I'm kind of the supplies and very clean and neat. And especially about the corona situation, every single prisoner is wearing the mask. It's kind of I impressed very much. There is some kind of the training of the rehabilitation. For example, in here, they make some carpets and the skill of the car maintenance. This is, you know, this is good for them after they return to the society. I visit a lot of prison in Egypt, and every time I found the same result that, especially hospital, like as foreigner, we are considering if the hospital is good. Normally, the prison system is good. I believe the. Egyptian government try to increase especially the point of human rights. In the point of human rights, I believe Egypt stand very well, inshallah. شاهد الوفد خلال الزيارة مستشفى السجن بتجهيزاته الكبيرة للتعامل مع الحالات المرضية والطارئة للنزلاء، والمكتبة التي تضم ذخيرة متنوعة من الكتب المتاحة للنزلاء للاطلاع عليها، كما شاهدوا النزلاء أثناء ممارسة الرياضة وعددا آخر من مرافق السجن، وهو ما ترك انطباعات إيجابية لديهم. والله أنا شايفة تغيير شامل وغريب عن اللي بيتقال في الجرائد والصحف المعادية لمصر. في تعليم عالي هنا لكل المسجنين، بيعملوا دراسات عليا، بيحافظوا على المواهب بتاعتهم. شفت 13 من ذوي الاحتياجات الخاصة محجوزين في عنبر خاص على أسرة، وفي حد بيخدمهم، ويعني الحقيقة ده مدهش ما شفتوش قبل كده في السجون، والحقيقه يعبر عن سياسه جديده. ده يمكن من يعني من افضل المعايير اللي ممكن نتحدث عنها في المعايير الدوليه لحقوق الانسان. اكثر ما يحرص عليه ممثلو وسائل الاعلام الدوليه خلال الزياره هي اجراء حوارات ونقاشات مع نزلاء السجون حول اوضاعهم المعيشيه والصحيه والتاهيليه، وهو امر اتيح لهم في اطار الحرص على نقل الصوره عبر وسائلهم الاعلاميه بكل وضوح. دي ثالث زياره احنا كنا فيها. اولا كنا في برج العرب، وبعد كده جينا على المرج، وبعد كده طلب المراسلين الاجانب عده طلبات لانهم عايزين يعملوا مقارنه ما بين اللي بيسمعوه ومن تقارير ومن منظمات حقوقيه ومنظمات مجتمع مدني الى على ارض الواقع. فهو عايز يزور السجون، واختص سجون برج العرب من اكبر السجون، وان احنا النهارده في وادي النطرون من اكبر السجون، والحمد لله ان وزاره الداخليه عندها استجابه سريعه. شفنا ناس بتدرس دراسات عليا سواء دبلومات وناس بتستعد، يعني في واحد بيطلب ان هو بيتمنى يحضر الدكتوراه، بس ظروف ان هو محتاج متابعه بره هي اللي معطلاه، لكن اداره السجن وفرت له ياخد دبلومات متخصصه في الحقوق. يعني اعتقد ان هذه الزياره بتنسف تماما مزاعم جماعه الاخوان الارهابيه وقنوات المعاديه لمصر حول اوضاع السجون. احنا شفنا بعينينا اوضاع السجون وتواصلنا مع المسجونين. الرياضه مهتمين بها، وهي دليل على انه تدوهم فرصه من المجال انه يمارسون هواياتهم. والنقطه الثانيه اللي يعني شاهدتها ويعني الحقيقه سالت فيها النزلاء، هي يعني يستخدمون هواياتهم، يعني يمارسون هوايات معينه في الرسم، في الكتابة، في كل شيء، في كل شيء. وأهم نقطة أيضا شفناها في المكتبة اليوم، هنالك درس في محل أمية، وهذا دليل على أنه إدارة السجن أو قطاع السجون في وزارة الداخلية مهتمة
في كل المجالات. الواقع يؤكد ما آلت إليه السجون المصرية من تحديث وتطوير في مفاهيم وأساليب العقاب والرعاية ليصبح السجين نزيلاً تقدم له الرعاية ويتم تأهيله وإصلاحه بما يمكنه من الاندماج في المجتمع. وهذه هي الصورة الحقيقية لواقع السجون تحرص وزارة الداخلية على أن يراها العالم من خلال عيون الإعلام الدولي الذي يرى السجون الحقيقية في زياراته. تأتي الزيارة إلى منطقة سجون وادي النطرون استمرارا لسلسلة الزيارات التي يقوم بها ممثل وسائل الإعلام الدولية والحقوقيون للسجون المصرية، والتي تؤكد مدى ما وصلت إليه السجون من تطوير وتحديث وتطبيق لأساليب السياسة العقابية الحديثة والتي تراعي المعايير الدولية لحقوق الإنسان. من منطقة سجون وادي النطرون، عبدالله بركات، التلفزيون المصري.